بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنحاول نتكلم ازاي نقدر نعمل تجهيز للبيانات علشان نقدر نصمم ووتر ترانسميشن لاين باستخدام برنامج الكيو جي اس، وبعد كده نقدر نفتح الداتا بعد ما نجهزها على برنامج الاي بيانات. فيبقى الغرض من الفيديو ده عايزين نعرف ازاي نستخدم الكيو جي اس في تجهيز البيانات المطلوبة لاي ترانسميشن لاين، وبعد كده ازاي نفتح البرنامج بعد كده هو بتاع ايبانيت ونستخدم الداتا اللي احنا جهزناها. وهنحاول نعمل القصه دي عن طريق ان احنا نحاول نحل ايه مثال. فتعالوا مع بعض نبدا على طول الكيو جي اي اس. فلو انا فتحت الكيو جي اس، طيب دخلنا دلوقتي على الكيو جي اس، فزي ما احنا شايفين كده قدامنا ده الترانسميشن لاين اللي احنا عايزين نعمل له تجهيز للبيانات بتاعتنا. ده المسار بتاعه وده الاوبن ستريت ماب، وزي ما احنا شايفين كده عايزين ننقل الميه من التانك ده، في تانك عندنا هنا لحد هذا اي هذه المنطقه. فتعالوا مع بعض نشوف هنتصرف ازاي. فاول حاجه محتاجين ننزل ديجيتال اليفيشن موديل، فانا هقدر انزله عن طريق البلوج ان بتاع الاوبن توبوجرافي. فهختار وليكن اس ار تي ام 3030، وعايز اختار منطقة الدراسة اللي انا عايز انترستد ان انا انزل فيها. فانا محتاج انزل في الحتة دي بس اللي هي الديجيتال ايفيشن موديل بتاعي، واقول ران وانتظر قليلا لحد ما ينزل الديجيتال ايفيشن موديل اللي هو اس ار تي ام 30 في 30. طبعا لازم في هذه اللحظة يكون ايه انا متصل بالايه بالانترنت عشان يقدر ايه يقدر ان هو يشتغل. تمام، نزل دلوقتي الديجيتال ايفيشن موديل بتاعي. هاخد الترانسميشن لاين هحطه فوق عشان يبان، وكمان في نفس الوقت الترانسميشن لاين بتاعي ده بروجكتد على يو تي ام زون 37، فانا هعمل بروجكشن برضو للراستر بتاعي اللي هو ديجيتال اليفيشن موديل. فاروح لبروجكشن واعمل وور واعمل له بروجكشن على نفس الايه نفس اليو تي ام 37 علشان يبقوا الاثنين ايه زي بعض بالظبط. فانا اروح دلوقتي على يو تي ام 37 تمام، واقول له run، وبالتالي هيبقى عندي هنا دلوقتي الري بروجكتد. هشيل بقى القديمه دي مش محتاجها، اقول له ايه اقول له ريموف. تمام كده دلوقتي يبقى احنا عندنا ادي الترانسميشن لاين بتاعي المسار بتاعه، وعندنا ايه الديجيتال اليفيجن مود. لو انا عايز اشوف شكل الووتر سيرفيس شكل البروفايل بتاعي في المكان ده، انا ممكن اعمل ايه، انا ممكن اروح رايح على الترين بروفايل، اقف عليه واضيف الديجيتال اليفيشن موديل بتاعي اد لير، وبعد كده اقول له ان انا عايز الترانسميشن لاين ده، عايز اقول له ايه بقى، عايزك ترسم لي البروفايل بتاعه. وعايز ارسم لي البروفايل زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين هنا في الجزء الاولاني بيكون بيوصل لحدود مثلا ايه 8، الاليفيشن بيكون في حدود 8 مثلا ولا حاجه، اقصى حاجه حوالي في حدود 15 وبينزل بعد كده. تمام. دلوقتي عايزين بعد ما عرفنا شكل البروفايل بتاعي عامل ازاي، انا عايز دلوقتي اجهز الايه الداتا بتاعتي. عشان اجهز الداتا المطلوب بيها ان انا عايز اقسم المسار ده اقسمه لنودز. فعشان اعمل القصه دي فانا بستخدم البلوج ان ده اللي اسمه لوكيت بوينتس. فاروح دايس على لوكيت بوينتس، وبعدين عندي اللاير بتاعتي اللي هي مين، اللي هي الترانسميشن لاين اللي هو البوليجون بتاع الترانسميشن لاين. وانا عايز اسمي النودز بتاعتي اللي هتظهر اسميها ايه، اسميها نودز. تمام كده، والنودز دي هخليها كل ايه حوالي 500 متر وليكن، كل 500 متر في الانترفال بتاعها، واقول له اد ايه اند بوينتس، وبعدين اقول له ران. اما نعمل كده زي ما انتم شايفين ادي قسم لي الشكل لايه لنودز، او الخط بتاعي اقسمه لنودز، والنودز دي المسافات بتاعتها ايه 500 متر لحد ايه لحد الاخر، ما عدا طبعا اخر واحده ما بتكونش ايه متظبطه عشان هي الفرق ما بين التيار الحقيقي والمضاعفات ال 500. تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده يبقى دي عندي النودز خلاص، انا محتاج بقى البايبس. ازاي اعمل البايبس بقى؟ فلازم اقسم بقى الخط بتاعي ده. فازاي بنعمل الكلام ده؟ نروح لل Processing Toolbox، Split Line by maximum length. تمام،
فندخل ناخد split line by maximum length الدبل كليك، ونختار ايه التنسميشن لاين بتاعي، تمام. وانا هختار نفس المسافة اللي احنا عايزينها اللي كان ايه 500، نفس المسافة اللي لازم تختارها. وهسمي بقى السبليت لاين ده، انا هسميه ايه بقى، اسميه pipes اللي هي طولها ايه 500، تمام. فتعال نقول run. دلوقتي انا عندي زي ما انتم شايفين كده، عندي النودز وعندي مين وعندي البايبس. نعمل مينيمايز بقى او نقفل الترانسميشن لاين الاصلي، يبقى دي النودز بتاعتي ودي البايبس بتاعتي. دلوقتي استطيع دلوقتي ان انا اجهز الداتا لبرنامج ايبانت. ازاي اجهز الداتا؟ هروح على البلوج ان بتاع الكيو ووتر، دوس عليه، تمام. اختار بقى الجانكشنز بتاعتي اللي هي مين، اللي هي النودز، البايبس بتاعتي اللي هي مين، اللي هي البايبس دي، خلاص. وبعدين اختار هنا ما تعملش اي حاجة، زيرو هات. وهنا هتختار كالكوليت البايب لينس، دي ضروري، واقول اوكي. بعد كده اهو هنعمل ايه، هنروح رايحين على الخطوة اللي وراها. الخطوة اللي وراها هتقول له يس يس عشان يجهز لك البيانات. بعد كده الخطوة اللي وراها برضه نفس الكلام، تنتظر لحد ما يخلص. كل ده بيعمل بريبريشن للداتا بحيث تماتش ايه الفورمات بتاعت الايبا نت، تمام. ننتظر لحد ما يخلص كده، خلص. نقول له بعد كده الخطوة اللي وراها اللي هي دي، ننتظر برضه لحد ما ايه يخلص، تمام كده خلص. نروح بقى بعد كده نجيب عند النقاط بتاعتي، نجيب مين، نجيب الاليفيشن. ازاي بقى؟ جيت اليفيشن فروم راستر، نحدد الراستر بتاعي اللي هو ريبروجكتد، نقول له اوكي، ننتظر لحد ما يخلص، تمام. بعد كده هو الخطوة اللي وراها ان احنا نكتب بقى الفايل اللي اسمه الايبانيت انبوت فايل. نختار كده اقول رايت ايبانيت انبوت فايل، اقول له يس. فبيقول لك هكتبه فين، فاحنا هنختار مثلا ليكون الديسكتوب توتوريال. هنا انا هسميه مثلا ايه توتوريال ترانسميشن لاين، ترانسميشن لاين توتوريال، تمام. ونقول سيف. كده يبقى احنا خلصنا الديتا بتاعت الترانسميشن لاين. تعالوا بقى نفتحها باستخدام مين، ايبانيت. خلونا نفتح الايبانيت، ادي ايبانيت 2.2. بعدين هنقول له ايه، هنقول له امبورت. امبورت ايه؟ نتورك. وانا حاطط الحاجه على الديسكتوب وحاططها في توتوريال، اسمها توتوريال، ايوه. لقينا ايه الداتا زي ما احنا شايفين كده. لازم نعمل تشيك على حاجتين قبل ما نشتغل. رقم واحد، تعال نعمل تشيك على الديتا النودز فيها. فتبصوا زي ما انت شايف كده، النودز هي موجوده عندي واخده الاليفيشن، صح. بس لاحظوا حاجه هنا، البيز ديماند مكتوب نان، دي لازم ايه نغيرها، دي هتعمل لنا مشكله. فازاي نغيرها؟ نروح رايحين على طول على السيلكت اول، ونقول له جروب اديت، ونروح على الجانكشنز، ونروح على البيز ديماند ده، ونقول له ايه، ونقول له البيز ديماند زيرو، ما عندهاش اي حاجه خالص. وبعدين نعمل مره تانية، ركزوا معايا، هنقول ايه جروب ايديت تاني برضو، ونروح بقى مش على البيز ديماند، نقول له على الديماند باترن، وهنسيبه فاضي، تمام. لان الحاجات دي بيكون مكتوب فيها نان، فبالتالي البرنامج اول ما بيلاقي نان ما بيعرفش يشتغل. دي اول حاجه نعملها. الحاجه التانية اللي لازم نعمل تشيك عليها، نتاكد ان احنا عندنا البايبس. فنعمل دبل كليك، شايف زي ما شايف ده بايب لوحده، ده بايب لوحده، ده بايب لوحده. عايزين نتاكد من الكلام ده برضه، نروح رايحين هنا على النتورك، ونشوف النتورك بتاعتنا. زي ما انتم شايفين النتورك اللينسات بتاعتنا كلها الى حد ما 500. طبعا الديامتر ده عايزين نغيره، فخلونا نشوف بقى. وليكن الديامتر هنعمل سيلكت اول، وانا اقول له الايديت جروب ايديت، وهحط وليكن الدايمتر بتاعي، اختار مثلا الدايمتر بتاعي وليكن مثلا ايه 1000 ملي، تمام. يبقى دلوقتي كل الترانسميشن لاين بتاعي 1000 ملي. ناقص لي بقى اعمل الاتي، ناقص لي احط التانك. فخلينا نشوف الليفل هنا كام. الليفل هنا انتوا فاكرين كان حوالي 8، وفي ليفل هنا كان اكبر من كده 16 ولا حاجة. فانا هعمل ايه، انا احط التانك دلوقتي وليكن ادي ريسيرفوار، والريسيفوار ده انا احط الليفل بتاعه عالي شوية وليكن ايه 30 عشان يكون اعلى من اعلى واحد، ادي 30 مثلا متر، تمام. وبعدين هنحط بقى البايب الاخيرة اللي بتوصل ما بين الخزان وما بين ايه اول نود في الترانسميشن لاين بتاعي. البايب دي هديلها قطر طبعا، لانها
ما خليش القطر المطلوب بتاعها، اكيد القطر بتاعها يكون زي الايه، قطر الترانسميشن لاين كله. اللينس دي هتكون مثلا مسافة صغيرة يعني، فليكن مثلا ايه نقول 75 متر ولا حاجة. كويس، بكده يبقى احنا خلصنا الكونكشن دي. ناقص لنا مين بقى؟ ناقص لنا الديماند اللي احنا عايزين نخرجه من الترانسميشن لاين كله. بروح على اخر النود واحط الديماند اللي انا عايز اخرجه. فمثلا وليكن الديماند انا عايز اخرجه في هذا الخط، مثلا وليكن 350 ايه 350 لتر بير سكند. خد بالك الوحدات بتاعتي لتر بالايه بير سكند. فانا اقول له اوكي كده، يبقى انا كده تقريبا خلصت كل حاجه. سيب سيب. فنروح على الخط بتاعي، ادي سيفت اهو دوت نت. تمام، اقول ايه، اقول له ران. فقال لي ران ايه سكسسفول. كده يبقى احنا زي ما احنا شايفين ايه الران بتاعتي سكسسفول، وانا قدرت دلوقتي ان انا اعرف مثلا البريجر، اقدر ارسم البريجر ديستريبيوشن شكله ازاي. تعالوا مثلا نشوف، مثلا لو انا كنت عايز ارسم الهيدروليك جريدينت لاين على طول كامل الخط، فازاي بنعمله؟ نقف على هنا كده واكتب بروفايل بلوت. تمام، وهبدا دلوقتي اختار الايه البروفايل بتاعي. هبدا مثلا وليكن من التانك، واقول له اد، وبعدين النود، واد النودز واحده واحده ورا بعض. تمام، علشان ارسم الايه الهيدروليك جريدينت لاين. ايه انا هحط ايه النودز كلهم، ارسمهم واحده واحده على الخط. اوكي، وبعدين هختار بعد كده بقى ايه البارامتر اللي انا عايزه، اللي هو مين، اللي هو الهيد. تمام، واقول له اوكي. زي ما شايفين كده، ده ايه، ده الهيد بتاعي. طبعا التانك هنا موجود عندي، وادي ده مين، ده 30 متر الخزان التانك. وبعدين اقل حاجه هتنزل عند نود رقم 17 هيكون الهيدروليك جيديت لاين في حدود مثلا 28.5. كويس، نقف على كده وإن شاء الله نكمل المرة القادمة بإذن الله.